السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمير الأهلام الألف الياء. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 لكل مربي، سواء مربي أغنام أو مربي ماعز، وهو تأخر الحمل في الأغنام والماعز. تأخر الحمل في الأغنام والماعز، لاحظت السؤال ده بيتكرر أكتر من مرة في الجروب اللي عملناها على الواتس، فحبيت النهارده نعمل بيه حلقه مخصوص عشان نجاوبه بجميع اسبابه ومسبباته، الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث تاخر الحمل او منع الحمل. هنقدر نقسم تاخر الحمل لسببين رئيسيين، اسباب مرضيه واسباب سوء تغذيه، يعني سوء رعايه. اسباب مرضيه واسباب سوء الرعايه او سوء التغذيه. هنفترض اول حاجه ان الغنم سليمه صحيحه ما فيهاش اي مرض بيسبب العقم او يسبب تاخر الحمل ومفيش حمل حاصل عنها، يبقى هتبقى السبب هو مش مفيش حمل خالص، يعني الحمل ضعيف، يعني مثلا معاك 100 راس الحمل بتحصل 50%، 50% نسبه ضعيفه جدا جدا تعتبر. يبقى هنا هنرجع للتغذيه، سوء التغذيه. لازم تعرف عشان تحصل على نسبه حمل ونسبه توأميه عاليه ما لا تقل عن 90% نسبة الحمل، يعني ما لا تقل عن 90%، لازم تعرف ان في حاجة اسمها تغذية تجهيز لمرحلة ما قبل التلقيح. تجهيز لمرحلة ما قبل التلقيح بتاخد حوالي 30 يوم، بمعنى موسم التلقيح هيبدأ مثلا بعد 30 يوم. ابدأ من النهاردة، هنبدأ النهاردة نظبط الغذاء بتاع الأغنام للذكر وللأمهات الاثنين، مش للأمهات ونسيب الذكر، لا بالعكس الاثنين، ممكن الذكر يزيد شوية كمان. هنهتم بالتغذية للأمهات وللذكر. التغذية هتكون ازاي؟ العلف مش مهم، العلف ايه الموجود عندك، المهم هتوفر علف مع المراعي. طبعا الأغلبية بيعتمد اعتماد كبير على المراعي، لا هتوفر علف ضروري على الأقل وجبة حتى آخر النهار، على الأقل وجبة آخر النهار، يعني 1.5 أو 2% من وزن الأم. يعني لو الأم 50 كيلو تستكفي حتى بكيلو لربع على الأقل آخر النهار. علف إيه هو العلف؟ عبارة عن إيه؟ مش هنحدد لك العلف، مش مهم، سواء شعير فقط لا غير، أو قمح فقط لا غير، أو ذرة فقط لا غير، أو اللي أنا بفضله قمح أو شعير أو ذرة مع النخال. مع النخالة، النخالة فيها معادن كويسة وفيها كالسيوم وفوسفور كويس وفي نفس الوقت فيها نسبة بروتين كويسة وسعرها معقول، بنضيفها مع القمح أو الشعير أو الذرة، يعني 1:1، 50% شعير 50% قمح، أو 50% شعير 50% نخالة، 50% من الشعير أو القمح أو الذرة مع 50% نخالة. دي أبسط عارفة، بتديك نسبة حوالي من، لو استخدمت الذرة بتديك 11 15 بتديك عفوا بتديك 12، لو استخدمت مع القمح والشعير ممكن توصل 13%، بتبقى علفه ممتازه. بس الاهم من العلفه الاضافات، الاهم من العلفه الاضافات، الحاجه اللي تزود الخصوبه. طبعا العلف ده شيء اساسي عشان يزود الخصوبه، ضروري منه لانتاج البويضات، ولكن في حاجه ثانيه بتساعد بتزود الخصوبه وهي الاضافات. اهم اضافتين هنتكلم عنهم بيزودوا في الخصوبه، هو رقم 1 الفوسفور، رقم 2 البريميكس. البريميكس عبارة عن مخلوط فيتامينات واملاح، فيه فوسفور، بس في الحالة دي انا عاوز ازود الفوسفور زيادة عن الحد، زيادة عن الطبيعي للحالة دي بالذات عشان تزود الخصوبة وتزيد نسبة التوامية، يزيد التبويض. ففي الحالة دي بنضيف بمعدل في خلال الشهر ده، شهر التجهيز للحمل اللي هو ما قبل التلقيح، بنحط بمعدل 10 كيلو من 5 الى 10 كيلو ملح ثنائي فوسفات لكل طن، من 5 الى 10 كيلو ملح ثنائي فوسفات لكل طن. ده بيعمل على ايه؟ بيعمل على زيادة الخصوبة، بيعمل على زيادة الخصوبة. طبعا الكمية دي قلنا بنحط من 5 ل 10 كيلو على الطن، ما بتكونش باستمرار، بتكون الحالة الخاصة دي عشان احنا عاوزين فوسفور عالي، لان ملح ثنائي فوسفات بالنسبة لمصر هنا الكيلو بتاعه في حدود ال 25 ل 30 جنيه، فالكيلو بتاعه غالي شويه، بس ده بيجيب لك نسبه خصوبه ممتازه. بعض في مناطق العرب معروف عندهم باسم ملح الصروفه او ملح الشياع،
الملح اللي بيخلي النعجة أو المعزة تصرف تطلب الذكر يعني. فدي بالنسبة أهم إضافة قلنا هتحطها هي ملح ثنائي الفوسفات زائد البريميكس. البريميكس عبارة عن مخلوط فيتامينات وأملاح، كيس بيجي 3 كيلو بيتحط على الطن، ممكن أنت في الحالة تضيف 6 كيلو على الطن. الكيس بحوالي 50 أو 60 جنيه في مصر هنا، ممكن تضيف كيسين مش مشكلة، الفترة محدودة، مش مهم كمية العلف قد ما مهم الإضافات دي. كمية العلف الأهم من العلف، الإضافات ديت بس طبعا الاثنين مكملين لبعض، مش هحط إضافات على ربع كيلو علف حاجة على السريع كده وخلاص، لا والغنم هزيلة وضعيفة، لا لازم تتظبط خلال ال 30 يوم. وكذلك نفس الإضافات دي تتحط للذكر للفحل سواء جدي سواء خروف. دي كده لو كانت الأسباب سوء تغذية. طبعا عملت كده وحطيت العلفة وحطيت الإضافات وحصل عندي برضك الخصوبة قليلة، التلقيح حوالي 50% ولا حاجة ولا 40%، مش نسبة المظبوطة. بنرجع هنا للحالة المرضية، بنفحص، بنرجع هنا للفحص. طبعا هتفحص الكتير ولا القليل الأول؟ ما هو الأمهات هي الكتير، النتايات هي الكتير، والذكور هي الأقل. في الحالة دي تفحص الذكور الأول، بمعنى في لو الذكور سلالات غالية يبقى في الحالة دي ممكن تروح بيها لأقرب كلية طب بيطري بيكون فيها المعامل بتاعتها بيحلل لك الخصوبة للذكور. ممكن تكون انت عملت اي حاجة غلط عملت ضعفت الخصوبة او موتت الحيوانات المنوية للذكور، في الحالة دي بتروح بياخدوا منه عينة من السائل المنوي بيحللوها وبيقول لك اذا كان فعلا الحيوانات المنوية شغالة ولا مش شغالة ميتة. في الحالة دي ميتة مفيش انتاج حيوانات منوية خالص، بتستثني الذكر خلاص بيطلع لحم وبتدخل واحد غيره، لا شغالة بس ضعيفة شبه ميتة. في الحالة دي طبعا لازم يكون الإخصاب ضعيف جدا جدا، ممكن يوصل بنسبة 30% كمان، مش ما يوصلش 40%، ممكن يوصل بنسبة 30 أو 20% لو حركة الحيوانات المنوية ضعيفة خالص. أما لو نشطة كويسة يبقى كده استبعدنا الضعيف، مفيش أي تليفات في الخصية، مفيش كل حاجة بيكشف لك عليها عند في الدكتور البيطري يعني. مفيش تليفات، مفيش اي حاجه، الخصوبه تمام 100%، يبقى كده استبعدنا ان الذكر يكون فيه مشكله. نرجع للامهات، الامهات في حالتين، حاله مرضيه يكون فيه التهابات رحم، الحاله الثانيه حاله السمنه. السمنه دي تعتبر مرض بالنسبه للامهات، السمنه زياده عن اللزوم، سمنه زياده عن اللزوم بتسبب تكوين دهون على المبيض في الرحم، بتمنع وصول السائل المنوي لتلقيح البويضات، يعني بتمنع حدوث الحمل. فلو الغنم سمينة زيادة عن اللزوم سواء معز سواء أغنام، سمينة زيادة عن اللزوم بالمصر كده بيقولوا عليها مليسة، أو العرب بيقولوا عليها سدة، يعني ما بتمسكش عشر خلاص، دي ملهاش غير السكينة، يا إما تسيبها ترعى فقط لغير لغاية ما تخس شوية وبعد كده تخش تتلقح، مفيش منها أي مشكلة. دي بالنسبة للسمنة. بالنسبة للأمراض، مرض التهاب الرحم، نعرف ازاي ان الاغنام عندها التهاب رحم. التهاب الرحم بتلاقي بالنسبة في الماعز بيكون واضح، الماعز بيكون واضح خالص، بتلاقي افرازات متجبنة بيضة، بيضة مش شفافة، بيضة بيضة ميلة للاصفرار، وساعات بيكون لها ريحة كريهة، دي علامة على وجود التهابات في الرحم. الاعداد قليلة وحبيت افحصها في جهاز اسمه السونار، متوفر هنا في مصر يعني للأعداد الكبيرة، تقدر تجيبه من أي مكان دكتور يجيلك بيفحص بالوحدة بالسونار بيقول لك فيه التهاب رحم ولا لا، بيبان لك على الشاشة، يظهر قدامه على الشاشة فيه التهاب رحم، بيتم معالجته إما غسول رحمي، ودي ما بحبهاش يعني خالص، ما تدخلش أي حاجة في الرحم إلا للضرورة، ولازم يكون بيدخل عنده خبرة، زي مثلا بتدخل جنتامايسين أو أوكسي طول المفعول بالأسطرة بتدخله في الرحم، يفضل يكون عندك خبرة، ما ينفعش أي حد يدخلها ممكن يجرح الرحم يعمل مشكلة يخرم جدار الرحم، يبقى كده خلاص المعزة مش هتعشر تاني، مش هتمسك تاني خلاص. أو بالمضادات الحيوية، وأنا أفضل المضادات الحيوية بالحق، سواء أوكسي سواء بنسلين أو سوفيتاكس، التلاتة مجربهم. البنسلين مجربه بالأخص 3 أيام بنسلين، والسوفيتاكس مجربه برضك، سوفيتاكس بشري ممتاز، الاثنين جابوا نتيجة كويس عندي في التهابات الرحم. لكن ما عندكش ممكن تستخدم الأوكسي، أوكسي طويل المفعول. كده دي اعتبر الأسباب الرئيسية اللي بتأثر في حدوث الحمل في الأغنام. في سبب أخير بالنسبة للأغنام، بالنسبة للأغنام، في أغنام عندنا في مصر هنا
اللية بتاعتها بتكون عريضة كبيرة زي الغنم الرحماني والبلدي والأسيمي، اللية بتكون عريضة كبيرة. في خروف ما بيكونش عنده خبرة في التلقيح، بيكون خروف لسه جديد ما بيعرفش يتعامل مع الحجم الكبير للية. هي دي من ضمن الأسباب اللي بتمنع حدوث الحمل. النعجة بتصرف، بيجيها فترة شياع، بتطلب الذكر، واقفة للذكر، بس الذكر بنط مش عارف يتمكن منها. ذكر لسه جديد، لسه مبتدئ، ما عندوش خبرة في النط. في الحالة دي بيحتاج مساعدة منك، انك بتمسك له اللية، بترفعها له، بتقلبها على جنب، لغاية ما واحدة واحدة تشوفه تعلم وبيضرب لوحده، يبقى كده بيلقح لوحده، يبقى كده ده خلاص، ده تمام، مش محتاج اي تدخل. لا شفته بيعاني مش قادر، يبقى لازم تساعده انت في الحالة دي. طبعا في الاغنام الرحماني او البلدي، الاغنام اللي طروفها عريضة اللييتها كبيرة، في مصر عندنا الخروف اللي بيلقح لوحده قدامك بدون اي مساعدة، الخروف ده بيبقى عنده بيبقى سعره جامد خالص. لو هو لحم يسوى 5000، او هو لحم اسف ممكن يسوى 3000، ممكن يسوى 6000، 7000، طالما بيدرب لوحده، ضعف سعره لحم مرتين لو هو بيلقح لوحده شغال بدون اي مساعدة. يقول لك ده بيضرب لوحده بدون اي مساعدة. دي كده ان شاء الله خلصنا اهم الاسباب اللي بتأثر في حدوث الحمل. طبعا ما تنساش اذا عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.